وحكي أن الرشيد حبس رجلا ثم سأل عنه بعد زمان فقال للموكل به: قل له كل يوم يمضي، يعني المسجون، قل له كل يوم يمضي من نعيمك يمضي من بؤسي مثله، والأمر غريب والحكم لله تعالى، والأمر غريب والحكم لله تعالى. وقد قيل أن الحكيم في السجن أسعد من الملك على سريره، الحكيم في سجنه أسعد من الملك على سريره. وعلى كل حال الإنسان أيضا مما يعينه على الصبر، مما يعينه على الصبر ومما يعينه على دفع البلاء ومدافعة الأزمات أيضا ذكر الله تبارك وتعالى، فإن بذكر الله تنجلي الهموم وتقبل الطمأنينة وتسكن النفوس ويذهب القلق ويندفع الخوف وتنجلي غمامة الحزن والأحزان. وهذا مجرب، هذا مجرب، كم من الناس يقعون في مصائب يعني يشيب منها الولدان حقيقة، بعض المصائب عندما يجد الإنسان نفسه فيها منفردا تكاد تأكل يعني تأكله من كل جانب ولا يجد معينا، تجده بعد أن يدخل في الأذكار ويستديم على ذكر الله تبارك وتعالى ويستأنس بذكر الله تجد هذه الهموم تبدأ تندفع وتنقشع، سحبها شيئا فشيئا شيئا فشيئا، حتى يقول سبحان الله كيف خرجت مما كنت فيه. قد ربما ذكرت في إحدى المرات عن أحد الإخوة، بلغني أحد الشباب كنت لا أعرفه، لكن بلغني أنه كان يعني في هم شديد وضيق يكاد يعني يكون ما بعده ضيق، وأرشدناه بفضل الله سبحانه وتعالى إلى شيء من الأذكار يستديم عليها ويتقوى بها ويستأنس بها، فإن المخرج عند الله والدافع هو الله والنافع هو الله سبحانه وتعالى، ولا مغيث ولا معين إلا هو سبحانه وتعالى، بيده القدرة المطلقة وهو المهيمن على القلوب وعلى كل الأسباب في هذه الأكوان. فما استدام إلا أياما وهو في هم لا يكاد يعني يجد معه متنفسا من البهجة أو السعادة، هموم بعضها فوق بعض، ما مرت أيام إلا وبعث إلي برسالة قال الحمد لله انسلت تلك الهموم من صدري، وذلك الثقل الذي كنت أجده في النفس وفي الجسد، طبعا ذلك الثقل في النفس في الحقيقة، ولكن الثقل الذي كان في النفس أورث الجسد أيضا ثقلا ما بعده ثقل، فيقول كنت ما أريد أن أرفع رأسي من الفراش، كأنه الموت، ما أريد أن أقوم لأرى الدنيا أو أفكر حتى فيما أنا فيه، فأريد أن أكون دائما مستلقيا أو نائما قدر المستطاع، يعني كأنه مستسلم خلاص. يقول الحمد لله زال ذلك الخبث أو الخبث من النفس وذلك الثقل، وانطلقت إلى الطاعة واستأنست بالذكر وأحبت الذكر واندفعت إليه أكثر، وبدأت الحمد لله تلك الهموم تنقشع شيئا فشيئا، وتلك أو ذلك الضيق الذي كان فيه بدأ يجد المخارج منه شيئا فشيئا، ولا إخاله إلا سينقشع قريبا بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يخرجه من ضيقه وأن يفرج عن المسلمين والمسلمات وأن ينفس كروب المكروبين.